حنا وقفنا عليها خذينا وسويتنا والجزائر اليوم راه في امان في بين يد امنه. الازمه هذه اكتشفناها اكتشفنا ناس اللي حبوا يدخلوا الجزائر والجزائر عمرها ما تدخل الجزائر عمرها ما تدخل. في بين يد امنه. هالازمه هذه اكتشفناها احنا وقفنا عليها خذينا وسويتنا والجزائر اليوم راه في امان. الجزائر اليوم راه في امان في امان. انا لله وانا اليه